زوج الأحرار. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي. لك البحر ومرجانه، لك الرمل وصدفه، ولك الشمس وأشعتها. 40 عاماً تخيل كريم يونس تفاصيل فلسطين وحاراتها وما تغير بها صغارها وكم كبروا. 40 عاماً صبرها وانتظرها دقيقة دقيقة. فتفاصيل الحياة تختلف لمن حرمها لأربعة عقود. فكيف تأقلم يونس مع تغيرات الحياة الهائلة؟ نعم، لم يتقن الهواتف الذكية واستخدم دليل الأرقام الورقية. وكعك القدس كأنه الشهد عندما تذوقه لأول مرة، وتلك الابتسامات كأنها ابتسامة طفل بأول هدية. برتقال البلاد احتضن يونس كما احتضنه هو، عالياً شامخاً أيها الكريم بحبك وصبرك. أنا مطرب يا كريم يا بن يونس، مالي شغلي لا عاملي هي سوى ردح عتابل الإحباب. صورة جمعت 170 عاماً من الاعتقال، عنوانها الحرية، قالت للعالم أجمع: هنا لا مستحيل، هنا فلسطين. زوج الأحرار. سيداتنا وسادتنا، أبناء مدينة يطا وبناتها، يطيب لنا الترحيب بأهلنا، فيا مرحبا بكم. حللتم بنا أهلا كراما، ووطئتم من مدرجات الكرم لهذا سهلا. من مدرجات كرملنا نخطف أبصاركم إلى سنديانتنا المتجذرة في أرضنا المهجرة، إلى خير من عمر وعمر أرض كنعان، وغرس فيها صبره، وسقى فيها نضاله، لتتجذر حرية ثابتة. نخطفكم فوج الأحرار نحو الجنوب الجنوب لنمتطي صهوتنا، إلى مسافر يطا والبادية، قطعة التراث الممتدة على طول جدار قلعة يطا الجنوبي، ميراث آبائنا وأجدادنا. مسافرنا وباديتنا بين أصالة المنشأ وعراقة التاريخ، تسدل الحجاب عن ضربات تهويدها، فتقف معلنة إباءها للخضوع بين رصاصتين كبلوها بالبؤر الاستيطانية. صارع أهلها التمسك بالأرض رغم العذابات، تارة حرب التهجير وتارة حرب الاعتداءات، وأخرى بهدم المدارس التي تأوي أبناءنا. لنستوقفكم عند 23 من شحوب تشرين الثاني، التاريخ الذي باتت فيه مدرسة إصفي أثراً بعد عين، كان ليكتمل طلوع شمس يوم الأربعاء، ولن يكتمل وعدو الشروق قائماً يترقب بهجة أبنائنا لينغصها. مدرسة إصفي التي شيدت للطلاب في خربة إصفي الفوقة، فضمت عشرات الطلاب واختصرت عليهم مسيرة 3 كيلومترات ذهاباً ثم إياباً من مدرستهم السابقة في خربة المجاز. أما عنا جميعنا فقد استيقظنا صباح الأربعاء وذهبنا نستكمل يومنا، فبات الفرق أن 4 طلاب لم يتجاوزوا 16 من عمرهم، مثلوا صمود الخربة والقرية
بل الوطن برمته. جلاسا يتذوقون حلاوة العلم بسقف مدرستهم المرفوع الذي اعتلى الأفق بعينهم. وما للحلاوة أن تكتمل ولن تكتمل، وعدوها قائم يسعى يلتف حولهم بزوبعة همجيته. يسارهم تطلق قنابل الصوت، ويمينهم جندي مدجج يستغلق الباب محاصرة. مناوشات يرتفع دويها، يتهاوى سقف المدرسة أرضاه، يتهافى معه أملهم وفرحتهم. أتراها ضاقت عليهم وحدهم؟ أترانا وهنا؟ ننصب على أنقاض ما هدمتم خيمة، نستكمل بها صمودا أقرب منه للتعليم، نستكمل بها يومنا وصباح أربعائنا في مسافرنا وباديتنا. سقط القنديل الآخر وبكى شجر الزيتون، كل الأشياء هنا ثكلى ورق الليمون. الصخرة في الأقصى ترثي، في التلة أزهار الدحنون، وهضاب القدس بكت دمعا ودما وجراحا وشجون. سقط القنديل الآخر. ضيوفنا الكرام في الكرميل الكريم، كنا معكم على أنقاض مدرسة إصفي المهدمة، وها نحن نستكمل معكم في مدرسة أم قصة المخطرة بالهدم، متضرعين إلى الله بالقرآن الكريم أن يحفظها ويحفظ لنا أهلها. وآي من الذكر الحكيم تتلوه علينا الحافظة لكتاب الله الطالبة نادين أبو سنينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان،
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فوج الأحرار. الأحرار المرابطون بمسافر يطا والبادية يقولون نار الطابون لا تنطفئ في المسافر ونقول نار الطابون لا تنطفئ من جمر القلوب تستمد وهجها قابضون على المسافر قابضون على الجمر تحية لفوجنا الكبير فوج الأحرار تحية لمن يصارعون الطغيان كي ننال حريتنا تحية ثبات للأسرى الذين ذاقوا طعم السجن ومرارته ليعلمونا طيب شرب كأس الحنظل فها نحن نعزي بأسيرنا الشهيد أحمد أبو علي ونهلل ونحيي بأسيرنا المحرر كريم يونس وتحية لجميع أسرانا في سجون الاحتلال السجن يهلل بكم أنتم الأحرار تحية للأقلام والأوراق التي نقاتل بها ونلجأ لها ونحتمي في حصنها من براثن الظلم والضياع نحدثكم من محطتنا أرض ماعين ومدرستها المخطرة بالهدم لتكون وجهتنا نحو سارية العلم السامية في رحاب مدرسة خشم الكرم بحضور طلابها لنستمع للسلام الوطني الفلسطيني من ثم دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار
خروج الأحرار.